اللي هيجي ياخد السمكه دي، مين اللي هيجي يطلعها؟ لا اله الا الله، السمكه دي كبيره كبيره عليك ولا ايه؟ لا طلع انت. طيب يلا، بسم الله بسم الله. مهنا اجري يا مهنا. السمكة مكتوشة فمع الزباني. يلا حاجة يطلع مني وتغلبناه. ملطوشة مش عارف نطلعها. أيوة ملطوشة يعني مش واكلة. شد الخيط واطلع لفوق بالراحة بالراحة بالراحة. يلا شد. المشكلة ان العجينة بتتاكل بس ما فيش سمك بيطلع. العجينة ما بتتاكلش، انت تلاقيك تضرب جامد عشان كده ما تحسش. دي بقى ابو الشلاطين وام الشلاطين والحاجات كلها. ايه يا حبيبي؟ يلا بينا. ايه الغدا جه؟ تعالى نقوم جوه. طبعا ده السيرفس ده بتاع المزرعه يا جماعه. ربنا المستعان يعني. اتفضلوا معانا. ما جابش السلطه؟ ما جابش نسى ولا ايه؟ ولا هاكل ايه؟ فين السلطه؟ وانا بره. بص يا اخوانا، اسعار السمك في المزرعه هنا، سعر البولتي 30 جنيه البولتي الكبير، وسعر البوري 50 جنيه. بالنسبه للطبخ، طبق الرز ب 10 جنيه، السلطات والكلام من ده الطبق برده ب 10 جنيه، بيشوي السمك ب 10، والسنجاري والكلام دوت في حدود 15 20. اسعار بصراحه جميله في منتهى الجمال، والراجل ده يستحق الدعم ويستحق انه نشيروا له الفيديو ده، لان هو عنده حسن ضيافه بصراحه وعنده مقابله محترمه. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم، ودي دعوه لاي حد يجرب يوم زي ده مع اسرته. تحياتي لحضراتكم. يا واد يا هندي، العياشة يا ولد. ده كيلو ده يا ولد، الحتة دي كيلو. صوريها فوتو بقى اهدا لآية. مهنا اتكلم في عجينة وخليك تستبي. انا عايز اتكلم. افتح يا ولد. ماشي بس هبتلك دي عجينة وخليه واخدها من محمد. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. يسعد صباحكم لو عندكم صباح، ويسعد مساكم لو عندكم مسا. رحلتنا النهارده ان شاء الله برضو رحله صيد اسريه. هنوصف لكم مكان مزرعه نصر سكر.
الفيديو اللي فات يا جماعه واللي قبل منه احنا رحنا صورنا على المزرعه وقلنا لكم تفاصيل كتيره بس الناس ما خدتش بالها. فالرجاء اللي عايز يسال سؤال يعني يتفرج على الفيديو عشان يعرف ايه الاجابه بتاعته موجوده ولا لا وبعد كده يسال. طبعا تحياتي لحضراتكم، انا النهارده معايا ان شاء الله الحاج امي. ازيك يا حاج؟ صباح الفل. ومعايا ابن عمي ومعايا مراتي ومعايا عيالي. بالنسبه لطريق مزرعه نصر صبحي ان شاء الله، احنا كده يا جماعه خدنا الطريق الدولي من اسكندريه الفرده ديت اللي هي متجهه لمدينه رشيد. هننزل دخله المعديه، تمام؟ احنا يا جماعه كده في محافظه البحيره، ده الطريق الدولي المتجه ناحيه رشيد. هننزل نزله المعديه، اول ما نوصل عند نزله المعديه ان شاء الله هنصور لكم النزله بتاعتها وبعد كده هنكمل لكم. واحنا ان شاء الله لما نوصل للمزرعه هنقول لكم قضينا يومنا ازاي. والفيديو ده يا جماعه اهداء لكل الاسر اللي هي عايزه تطلع طلعه صيد مع بعضها وتقضي يوم مع بعض، لان اغلبيه الصيادين طبعا لما بيبقوا طالعين يصطادوا الحريم طبعا في البيت بتمسك الهام، انتوا هتطلعوا تقعدهم واحنا لا. فاحنا بنهدي الفيديو ده لكل اسره بتحب الصيد وعايزه تقضي يوم صيد مع بعضها. خليكم معانا ان شاء رب العزه يكون الفيديو بتاعنا حلو. طبعا يا جماعه احنا الكوبري ده برضو ينفع تستضمن عليه اللي هو القاروص الصغير السياسي والنقط، ودي النزله بتاعتنا نزله المعديه. اليافطه دي كده على اولها هي وهي هتلاقي برضو يافطه البتروجيت، يعني نزله المعديه هي نفسها اليافطه بتاعت البتروجيت دي. تمام يا جماعه هنقف عندها عشان تشوفوها. خليكم معانا. من على الكوبري ده هنفضل واخد الطريق بتاعي ده لا يمين ولا شمال، نفضل ماشي زي ما انت، تمام؟ لا هناخد يمين ولا شمال، هنفضل ماشي مع الطريق. الطريق هيلف بيا وهيدخلني المعديه نفسها وانا برضو زي ما انا ايه على نفس الطريق. طبعا احنا هنا يا جماعه اهو ده اول سوق السمك بتاع المعديه. عايز نذكركم بحاجه بقى، ان شريط القطر بيبقى على ايدي الشمال وانا ماشي. هيخلف معايا الموضوع دلوقتي هنوريه لكم، بس تذكروا وانا في سوق المعديه شريط القطر بيبقى على ايدي الشمال. ماشي؟ خليكم برضو معانا. مش عارفين في سمك ولا لا، عايزين شويه جمبري. ايوه ده العيش فيه، ده العيش جاي. ماشي خليكم معانا يا جماعه. السمك اهو بسم الله ما شاء الله. الحته اللي جايه دي احنا قلنا شريط القطر وانا نازل من على الدولي بتاع اسكندريه هيبقى شريط القطر على ايدي الشمال. اول ما هنعدي المزلقان ده هيبقى شريط القطر على ايدي اليمين، تمام؟ طبعا احنا بنوصف برضو من عيد الكلام تاني، بنوصف مكان ايا كان اسم صاحبه يعني عشان ما يبقاش فيها مجامله. لصيد السمك في مزرعه بتستضيف اي اسره وعندهم برضو اكل وشرب وبتاع، انتوا هتشوفوا اليوم ايه معانا ان شاء الله هنقضوه ازاي. يعني كده شريط القطر خلاص بقى على ايدي اليمين. هنوري لكم بقى، فاضل لنا كده الدخله الوحيده، اخر دخله في المشوار كله. اول ما هتجيبنا هنصورها لكم وبعد كده ندخل بقى ايه جوه المزرعه. اقول لكم نشوف بقى الدنيا ايه هنعمل. اقول لكم بقى احنا دخله. ايوه احنا داخلين من الدخله. ايوه ايوه يحيى، دخله مفتوحه كده وهندخل من ماشيين طوالي يبقى في نخل ونعدي النخل ده تبقى المزرعه. ايوه يعني هتبقى على ايدك الشمال ان شاء الله. اول ما تقابل التروكه دي هتبقى على ايدك الشمال. هو الراجل موجه بسهم اهوت بيقول لك مزرعه نصر صبحي. في زوم عليها كده لو في هات. يلا بينا. حاسس يا بابا. خلاص هنمشي بقى ورا الايه؟ ورا الاسهم. هو الراجل حاطط سهم صاحب المزرعه، احنا رايحين عند نصر صبحي طبعا راجل محترم يعني. هو حاطط لنا اسهم بعد كده للدخله بتاعته يمين شمال كده يعني. خليكم معانا.
دي اخر محطة كده يا جماعة، احنا وصلنا ان شاء الله. طبعا دي فئة من الصيادين اقتصرت على صيد المزارع بسبب طبعا قلة السمك وبحثا عن متعة الصيد نفسها، ان هو بيطلع زي ما قلنا قبل كده، بيطلع بيصرف مثلا من بنزين اللي معاه عربية، يعني مثلا ربنا موسع عليه ومعاه عربية بيصرف بنزين وبيصرف كذا وكذا، وبيطلع زي ما بيروح زي ما بيرجع، غير بقى بهدلته وغير حزنه وهو راجع ان هو ما لقاش الحاجة اللي هو بيدور عليها. فهم في فئة معينة اقتصرت على صيد المزارع ده، خلاص هو راح دماغه خلاص، عايز يطلع اصطاد، بيطلع اصطاد في المزرعة. تمام، زي ما انتم شايفين اهو في منظر العربيات، مش انا بس ولا غيري، ده في الافات يا جماعه، الافات عشان تبقوا ايه واخدين بالكم، يعني الافات غيرنا حبت الموضوع دوت وخلاص، ما هو بقى خلاص اقتصر عقله على صيد المزارع. قصدك صيد المزارع دي؟ شايفه من نقع؟ استنى ماما مسكت له. عايزه ايه بس؟ استنى طيب احط العجينه دي بقى. السمك ده مستو اللي هو بيبقى نفايات يا جماعة. طبعا ده السيرفس ده بتاع المزرعة يا جماعة، ربنا المستعان يعني. اتفضلوا معانا. مليان عليها كده. نجيبش سلطة؟ ايوه. نجيبش السلطة؟ نجيبش. نسا ولا ايه ولا؟ هاكل بالعيش. فين السلطة؟ وانا نفسي سمكية تطلع معايا بس هنفرح والله. مش مهم سمكية واحدة بس. يحيى فاكر معايا احنا النهارده في مزرعة نصر صبي. نصر صبي. ايوه. وانا بصطاد دلوقتي يا جماعة. ومحضرين اكل وبتاع. ايوه محضرين اكل. غدوة سمك النهارده بس هتظبط المزاج يعني. ايوه. اهوت من محلاوة السمك. يلا يا هندي يلا التاني جاي اهي. قول حاجه لمنوعات الحاله. ايه ان انبسطت معانا النهارده؟ ايوه. طب ايه رايك في صيد السمك؟ جميل. والجو هنا عامل معاك ايه؟ الجو حلو. طب يا عم الحمد لله. ده طبعا مهند الخوالقه يا جماعه، ابن اخويا، والاسره معانا النهارده كلها الحمد لله متمتعه يعني. خليكم معانا. يا رب يا رب. انا بشبك بس بنهزر. دي نهاية الفيديو طبعا يا جماعة، نتمنى ان الفيديو يعجبكم. منتظر طبعا تعليقاتكم ان شاء الله، اي سؤال، اي حد عايز حاجة. تنسوش برضو تدعمونا بلايك ان شاء الله عشان نقدر نستمر ونعرف برضو ان كانت الفيديوهات دي عجباكم ولا لا، بحيث لو كده نكمل في المكان. حياتي بيكم، كان معاكم اخوكم سامح الخالقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلو يا احمد. قول لي سامح حلو الحته دي. يلا حبيبي الحي الحي احنا بنصطاد.
ثابت.